كلنا عارفين إن الناس كلهم عايشين على كوكب الأرض، والكوكب متقسم لقارات وكل قارة فيها دول، والدول بتختلف في الشكل واللغة والثقافة وحاجات تانية كتير، بس الأكيد إننا على نفس الكوكب على نفس الأرض. الكلام اللي فات معروف لكل الناس وكلام منطقي، بس اللي مش منطقي إن في تقسيمة تانية غير اللي قلتها، وهي إن كوكب الأرض بيتقسم إلى عالمين، وكل عالم بدون مجموعة من الدول بينهم حاجات مشتركة، والتقسيمة دي اتعملت بعد الحرب العالمية التانية والحرب الباردة، يعني بعد سنة 1947 ميلاديا. ودول العالم الأول هي أمريكا وشوية من دول أوروبا، ومعاهم اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا. ودول العالم التاني هي روسيا وأرمينيا وأذربيجان والدول اللي جنبها كمان، وبرضو الصين وجورجيا وغيرهم من الدول. والموضوع خلص لحد هنا، وشوية وافتكروا إن في دول نسيوها خالص وما كانوش شايفينها، زي دول أفريقيا كلها وأغلب دول آسيا وأمريكا الجنوبية اللي هم أصلا أكتر من نص العالم، اتنسوا. المهم في الآخر قالوا خلاص الدول دي هتبقى عالم تالت، عشان هم كمان بينهم حاجات مشتركة زي الفقر والجهل والموارد الكتيرة والكثافة السكانية والاقتصاد اللي تحت الصفر وشوية حاجات تانية. ودول العالم الأول يلحق التحكم في مصير دول العالم التاني والتالت، وبالذات التالت، يعني تتحكم في السياسة والاقتصاد والتعليم وكل حاجة، حتى الموارد بتاعتك مش من حقك، انت مجرد عبد عندهم بتنفذ رغباتهم وبس. واحنا كعالم تالت هنفضل طول عمرنا مستهلكين، يعني نشتري كل حاجة من العالم الأول والتاني عشان احنا نزداد فقر وهم يزدادوا غنى، ولو صنعنا احنا كل حاجة وما اشتريناش هم هيخسروا وهيبقوا فقراء زينا. ملخص كل الكلام ده إن في مصلحتهم إننا نبقى في تدهور اقتصادي وحروب ومشاكل على طول، عشان نفضل نشتري وعشان يعرفوا يتحكموا فينا. الموضوع ما كانش عشوائي، الموضوع مدروس وبيتنفذ بدقة عالية قوي، وناجح بقاله سنين كتيرة ومستمر. وقالوا إن النظرة العنصرية القديمة انتهت، وإن البشر كلهم واحد ومفيش فرق بين أبيض وأسود، وكلنا دلوقتي واحد. وطبعا بيقولوا كده عشان يفضلوا عندنا الحلم الأمريكي والحلم الأوروبي، وانت تنسى تاريخك ودينك ويبقى كل هدفك تروح لهم وتحقق الحلم ده. وهم في الحقيقة عنصريين، مهما اتكلمت زيهم وقربت منهم وقلدتهم هتفضل برضو في عينهم قليل ومن العالم التالت. مفيش حاجة اسمها عالم تالت او عاشر، دي حاجات هم اخترعوها. اعمل العالم بتاعك بنفسك وانجح فيه، واوعى تفتكر انك عشان عربي وافريقي تبقى قليل، بالعكس انت ليك اصل وتاريخ، وكفاية ان خير خلق الله سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام عربي زيك.